احنا في فريق الأزهر ومع سارة يعني استقبلنا بشكل جيد وإيجابي للخطاب الملكي، خاصة أنه دائما كان يعني في التطلعات ديال الشعب. اليوم الخطاب كان مليء بالتوجيهات، خاصة التوجيهات للقطاعات مهمة اللي عندها دور أساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، وخاصة القطاع البنكي. توجيهات يعني لمست ونبهت إلى أن قطاع ديال الشباب، حملة الشواهد، المقاولات الصغر المتوسطة يعني تحتاج الى مجهود اكبر باش انها تنوض بالاقتصاد الوطني. كذلك توجيهات الى الحكومه انها يعني خاصه في الجانب ديال الاتفاقيات ومختلف الشركاء، ان الاتفاقيه تكون هناك حكمه اكثر في التنزيل ديالها ولا تبقى فقط يعني حبر على ورق، اضافه الى 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 المؤسسه التشريعيه انها تقوم بالدور ديالها بشكل جيد. احنا كفريق معارض يعني التقطنا التوجيهات بشكل جيد، وسنرفع من الرقابه ديالنا ومن التشريع اللي تنقوم به في المؤسسه التشريعيه، وخاصه الجانب الرقابي. اليوم المعارضه هي ركيزه اساسيه في المناخ السياسي، وان شاء الله القادم من الايام ستلقوا وجه اخر للمعارضه. خطاب جلاله الملك في هذا اليوم يحمل رسائل كثيره وإلى الحكومة وإلى البرلمان، وخاصة فيما يتعلق يعني حث جلالة الملك بحسن أداء الأمانة الملقاة يعني على عاتق البرلمان بمكوناته المختلفة وعلى الحكومة. والرسالة الثانية وهي موجهة إلى الحكومة المتعلق بالتفعيل والتنزيل الجيد لمجموعة من البرامج التمويلية التنموية، وخاصة فيما يتعلق الجانب التمويلي، بمعنى أنه لا يمكن أن نفعل أي البرنامج إلا إذا كان تمويله يعني قائما. والرسالة الثالثة والأساسية وتتعلق كذلك بالرسالة الموجهة إلى البرلمان، حين تحدث جلالة الملك على المساهمة البرلمان في تجويد يعني النصوص التشريعية، في يعني مساهمته التشريعية، وخاصة فيما يتعلق ببعض النصوص يعني التي تساهم في التنمية بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق انسجاما يعني مع يعني الدور ديال الحكومة. والرسالة الأخيرة بالخصوص وهي مهمة كذلك، التي حث فيها وهي موجهة إلى المؤسسات التمويلية البنكية والمؤسسات التمويل بصفة عامة، من أجل الانخراط في يعني في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل بطبيعة الحال خدمة الشباب وتوفير الشغل للشباب يعني المغربي بصفة عامة. الخطاب الملكي السامي اليوم كان واضح، يعني توجهات ديال واضحة بالنسبة لجميع مكونات الطبقة السياسية من أجل الانخراط في هذا الإقلاع السياسي والتنموي، خصوصا لنواب الأمة من خلال المؤسسة التشريعية للرفع من سقف الأداء سواء من حيث التشريع أو الرقابة، وضمان أن يعني التنزيل الحقيقي للرؤية الجديدة ولقانون المالية أن يكون ليس فقط أرقام ولكن مبادرات ومشاريع تصل للمواطن المغربي، خصوصا الطبقة المتوسطة التي نراهن عليها أن يعني تمد يدها للطبقة المتضررة، وكذلك نراهن على المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية لتمد يدها للشباب من أجل تشجيع التشغيل الذاتي. كنا احنا كبرلمانيين وأيضا من خلالنا احنا كل متتبعين ديال الشأن العام وكل مواطنات المواطنين كيكون واحد التتبع واحد الحرص عن كتب، لأن كتكون فيه توجهات سامية ترجمة لرؤية جلالة الملك في تدبير المرحلة، وحنا كنعرفوا بأنه توجه بصريح العبارة يمكننا يعني إلى كل أن يتحمل مسؤوليته إلى المؤسسة البرلمانية، ولكن من خلالها إلى كل مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة بما فيها الأحزاب بما فيها المجتمع المدني، ولكن أساسا إلى الفاعل الاقتصادي. ولما نتكلم عن الفاعل الاقتصادي نتكلم عن القطاع الخصوصي، وفي القطاع الخصوصي القطاع البنكي بالدرجة الأولى الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، أن يلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة التنمية ببلادنا، خاصة بالتوجه إلى مشاريع الشباب، تمويل مشاريع الشباب ومشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هي اللي كتشكل واحد
كما تنقولوا حنايا البنيه الكبيره من الاقتصاد الوطني فهي مشكله في 85 اللي ما قلناش 95% من المؤسسه وعلى من زعما المقاولات الصغرى والجد الصغرى وعلى المقاوله ايضا على المقاوله انا الاول ان نقول للمقاوله المغربيه المقاوله ان تكون مقاوله مغربيه مواطنه تتحمل مسؤوليتها الاجتماعيه في الانفتاح على محيطها وفي خلق الديناميه الضروريه الاقتصاديه بطبيعه الحال اللي خصها الديناميه الاقتصاديه باش تكون عندنا بطبيعه الحال خلق التنميه ويكون اعاده توزيع بما يخدم المسائل الاجتماعيه والقضايا الاجتماعيه. الخطاب ديال اليوم تكلم بشكل مباشر على نقطه اساسيه كنا دائما نثيرها مع الحكومه وهي اللي كتعلق بالمساهمه ديال القطاع الاساسي اللي هو القطاع البنكي والمالي في التمويل وديال المقاولة الصغرى والمتوسطة والمقاولة الشابة لأن المقاولة الصغرى والمتوسطة والشابة هي اللي يمكن توفر لنا الاندماج والإدماج ديال الشباب المغربي في الاقتصاد وفي المساهمة المجتمعية وفي حتى التضامن المجتمعي يعني بشكل يعني مباشر جلالة الملك تكلم على المسؤولية الاجتماعية ديال القطاع البنكي في بلادنا واللي حان الوقت انه يقوم بالدور ديالو دور كبير يمكن يلعبه باش يطور المقاولات الصغرى والمتوسطة لان هي اللي كتخلق الشغل وهي اللي كيمكن تخلق التنمية وكنظن هذه لبنه من اللبنات الاساسيه اللي غتساهم غدا في النموذج التنموي اللي بلادنا كتشتغل عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.